السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. اخبار جديده، تسريبات حماسيه اكيد، وكالعاده في حلقه جديده من موجز تكنولوجيا. في حلقه النهارده هنتكلم عن اخبار وتسريبات تعتبر مهمه جدا من شركه ابل، نتكلم كمان عن تسريبات من سوني تحديدا بلاي ستيشن، حاجات حماسيه، نتكلم كمان عن تسريبات من اوبو، اخبار من ون بلس وغيرهم. يلا بينا نبدا. خلينا نبدا حلقه النهارده مع ابل. طبعا الايفون المنتظر يعتبر هو الوحش الثاني القادم من الوحوش بتاعت اواخر السنه. طبعا شفنا كلنا النوت 10 موبايل ممتاز، دلوقتي عندنا كمان قريبا جدا جه الدور على الايفون الجديد. من تسريبات سمعناها قبل كده عرفنا ان ان شاء الله مؤتمر ابل هيكون يوم 10 سبتمبر، ان شاء الله يعني قريبا جدا المفروض طبعا نشوف فيه الايفونات الجديده. لكن الايفون السنه دي ليه اهميه او ليه دور كبير في ان هو ينعش ثاني المبيعات بتاعت شركة ابل. طبعا كلكم اكيد متابعين وعارفين ان مبيعات الايفون انخفضت جدا خلال الفترة اللي فاتت مقارنة طبعا بالارقام القياسية اللي كانت بتعملها ابل زمان. وعرفنا برضو من تقارير كتير ان لاول مرة من سنين الارباح اللي جاية من مبيعات الايفون بقى بتمثل نسبة اقل من 50% من الارباح الداخله لشركه ابل في الاجمال. طبعا احنا عارفين ان ابل مش مجرد بس ايفون، ابل عندها هاردوير ممتاز في اقسام تانية كتير، ودلوقتي كمان الشركه بتتوسع في مجال الخدمات والسيرفيسز والحاجات الكتير اللي مدخلاها مؤخرا زي الابل كارد مثلا. ولكن برضو مازال الايفون هو العنصر المهم، مازال هو المنتج الاساسي للشركه. فاكيد طبعا الايفون اللي جاي والمؤتمر اللي جاي كله عامه بتاع شركه ابل حاجه مهمه جدا، خصوصا ان هو جاي في التوقيت طبعا اللي عرفنا ان شركه ابل تراجعت دلوقتي للمركز الرابع تحت شركه اوبو، طبعا فوقيهم سامسونج وهواوي. في الغالب جدا طبعا هو سبب اساسي للتراجع ده ان احنا في نهايه السايكل او في نهايه الدوره بتاعت منتجات كتير للشركه. وحسب اخر تسريبات ظهرت دلوقتي ان ابل قبل نهايه 2019 هتنزل لنا ريفريش او الجديد من حبة كتير كده من المنتجات بتاعت ابل. وخلينا نبدأ مع الايفون. واول حاجة مهمة مع الايفونات الجديدة ان التسمية هتتغير. المفروض هيكون عندنا 3 ايفون مش 4 زي ما سمعنا في تسريبات كده اخرانية، هما 3 زي ما كان موجود السنة دي. 2 منهم هيكونوا باسم برو، وده ممكن جدا يكون معناه ان ابل ممكن تتخلى عن الارقام. احنا مش كل سنة مثلا بنشوف الايباد برو 1 وايباد برو 2 وايباد برو، هو ايباد برو مثلا بمقاسه 12 او 11، فممكن نبدأ السنة دي مثلا ايفون برو وايفون برو ماكس، ومثلا الجيل اللي جاي يبقى ايفون برو برو ماكس ل 2020 2021 وهكذا. فالمفروض ان نسختين البرو هيستبدلوا ال 10 اس وال 10 اس ماكس، والنسخه الثالثه اللي هي 10 ار الموجود دلوقتي هيستبدل بايفون من غير برو، ممكن يكون بس ايفون مثلا ايفون 2019، ممكن يكون حاجه زي كده. الايفونات البرو هي اللي هيكون فيها مميزات اكتر في الكاميرا، هيكون عندك 3 كاميرات بدل 2 زي ما موجود دلوقتي، هيكون عندك التصوير احسن في الاضاءه المنخفضه وتصوير احسن في الفيديو، الكلام ده حسب التسريبات. النسخه العاديه من الايفون اللي هي بدل 10 ار الموجود دلوقتي هيجي بس مع كاميرتين، كل الكلام ده سمعناه قبل كده. بس الحاجات الجديده اللي ما سمعناهاش قبل كده هي حاجه اسمها مالتي انجل فيس اي دي، يمكن طبعا ابل تسميه حاجه ثانيه، ولكن الفكره منه طبعا الفيس اي دي الموجود دلوقتي لازم تمسك الايفون تقريبا بشكل مواجه لوشك عشان يشتغل. بس مع موضوع المالتي انجل الفيس اي دي دلوقتي هيشتغل حتى لو كان بزاويه. تخيل مثلا انك حاطط الايفون على المكتب او على الترابيزه، مش لازم بقى المفروض ان انت تطلع وشك كده قدامه عشان يعمل انلوك، حتى وانت قاعد بشكل راسي عادي والايفون محطوط على الترابيزه هيقدر يعمل انلوك بسهوله. دي حاجه طبعا اكيد كويسه جدا. تسريبات كمان بتقول احنا ممكن نشوف الايفونات الجديده مع مقاومه احسن للغبار والميه، مع ان موجود دلوقتي IP68 معرفش ممكن يعملوا ايه احسن من كده. المفروض كمان هيكون مقاوم للكسر شاتر بروف، يعني مقاومته للوقعات هتكون احسن برضو من الجيل الموجود دلوقتي، ودي حاجة يا ريت طبعا. الايفونات الجديدة هتيجي طبعا مع بروسيسور الـ A13، طبعا هيكون سريع جدا ومدمر زي ما احنا متعودين، لكن كمان التسريبات الجديدة بتقول ان هيكون في تشيب مخصوصة اسمها ماتريكس تشيب، دي هتكون وظيفتها الأساسية تحسين الأوجمنتد رياليتي أو الواقع المعزز والكمبيوتر فيجن، أو يعني إن الموبايل يفهم مثلا الصورة اللي أنت بتصورها أو الفيديو اللي هو شايفه قدامه على الكاميرا. هنشوف دي ممكن يطلع منها ايه من ابل. التسريبات كمان بتقول ان التصميم والشكل العام هيكون هو هو باستثناء طبعا شكل الكاميرات اللي هيجي في مكان مربع، ولكن يقارن هيكون في لون جديد مطفي مش بيلمع زي الالوان الموجوده دلوقتي، المفروض كمان هيكون في لون اخضر من الايفون العادي اللي مش برو. ده كان بالنسبه للايفونات الجديده، لكن برضو زي ما قلت لكم في منتجات تانية كتير ابل ناوي تنزلها قبل اواخر السنه. هيكون عندنا المفروض يمكن نشوف نفس المؤتمر 2 ايباد برو جداد او يعني المطور من الجيل الموجود دلوقتي، المفروض كمان نشوف الابل واتش الجيل الخامس، وممكن كمان نشوف ماك بوك جديد بمقاس 16 انش. هل الايفونات الجديده وباقي الهاردوير الخطير اللي حكينا عليه هيكون كافي ان هو يطلع ابل من الازمه اللي هي فيها في الحرب الموجوده دلوقتي؟
لسه محدش عارف، ولكن اتوقع جدا الحاجات دي هتكون كافيه على الاقل انها تطلع ابل تاني المركز الثالث قبل نهايه السنه. نسيب ابل ونحاول على خبر سريع من شركه سوني. مين فيكم فان للبلاي ستيشن مش اكس بوكس؟ انا فاكر كنا عملنا تصويت زمان طلع الاغلبيه غالبا بلاي ستيشن، فالخبر ده اكيد هيكون مثير جدا للاهتمام. انتوا طبعا عارفين برضو ان احنا دلوقتي في نهايه السايكل او في نهايه الدوره برضو بتاعه بلاي ستيشن 4. المفروض برضو حسب كلام سوني وتلميحات سوني ان احنا هنشوف بلاي ستيشن 5 سنة 2020، يعني بعد كام شهر ان شاء الله. سوني كانت اتكلمت شوية قبل كده عن الحاجات اللي هيوفرها لنا او اللي هيقدر يعملها فعليا بلاي ستيشن 5، كلها حاجات مبهرة طبعا. هيجي مع SSD، هيديك لودينج اسرع بكتير، هيدعم تكنولوجيا الري تريسينج عشان يديك اضاءة وريفليكشنز وحاجات لطيفة من دي، ويدعم كمان ال 8K جيمنج ودي حاجة خطيرة. لكن الحاجة اللي ما كناش نعرف عنها اي حاجة لحد دلوقتي هو شكل البلاي ستيشن 5 هيكون عامل ازاي. بس بناء على بيتنتس او براءات اختراع كده ظهرت متسجلة باسم سوني في البرازيل، عندنا دلوقتي شكل بلاي ستيشن 5. خليني اقول لكم ان الشكل فعلا مختلف جدا عن بلاي ستيشن 4 وعن اي كونسول او اي حاجة ليها علاقة بالجيمز. بصراحة جهاز شكله عجيب. براءات الاختراع المتسجلة بشكل سوني بتوضح لنا جهاز شكله مركبة فضائية جدا. لو ركزت شوية هتلاقي ان هو بيمثل حرف V، وحرف V هنا ممكن يكون ليه معنى كبير عشان V في الارقام الرومانية او شكل V هو عبارة عن رقم 5 بلاي ستيشن 5. بس ده اكيد لا يمنع ان الشكل غريب جدا جدا، يعني حاجة مش عارف، مش قادر اتخيل ده فعلا يكون بلاي ستيشن. ده كونسول تحطه في البيت، كمية الفتحات اللي في الجناب وفي النص وفوق وتحت وفي زوايا كده وحاجات غريبة بصراحة. في زوايا كده بتحسسك ان شكله كول بصراحة، تحس ان هو النص التاني مثلا من عربية فيراري او عربية سبورتس كار كده، ومش عارف يعني شكله غريب جدا. ايه رأيكم انتوا في الشكل ده؟ مش عارف والله، ومختلف جدا اكيد. ويمكن كميه الفتحات دي طبعا عشان يقدر يطلع الحراره، طبعا عارفين اكيد هتكون مكوناته الداخليه ومواصفاته عاليه، فممكن يكون مش مجرد شكل ولكن حاجه ليها لازمه يعني. طبعا لسه مفيش حاجه رسميه بتاكد ان هيكون ده فعلا الشكل النهائي اللي هتستقر عليه سوني، ولكن مصادر كتير بتقول ان هو هيكون فعلا حاجه شبه كده. ودلوقتي في اختلاف كبير، الناس اللي شافت المنظر، في ناس بتقول ان شكله حلو جدا ومميز ومختلف، وناس بتقول شكله سيء جدا وقبيح. هسيب لكم دلوقتي سؤال تصويت على الشاشه، يا ريت تقولوا لي انتوا شايفين الشكل ده ايه، حلو ولا سيء. سيب البلاي ستيشن ونحاول دلوقتي على اخبار سريعه من جوجل. وبعد طبعا سنين من تسميات اندرويد باسامي حلويات زي اكلير وكيت كات ومارشميلو ونوجت والحاجات الكتير جدا طبعا متعودين عليها، جوجل دلوقتي غيرت تسميه او خط تسميه اندرويد، وفعليا اندرويد كيو اللي احنا كنا متحيرين هيكون اسمه ايه بقى اسمه بس اندرويد 10 بس كده. مش عارف صراحه ايه سبب التغيير المفاجئ، يمكن ما لقوش حلويات مثلا بحرف الكيو فقرروا بقى يغيروا الموضوع خالص ويخلوه بالارقام، هو اكيد هيكون اسهل يعني السنه دي 10 السنه اللي جايه 11 وهكذا، فما فيش يعني حاجات كتير محيره. لكن بصراحه انا هفتقد نقطه ان احنا نبقى عارفين الحرف ونقعد نخمن ايه الحلويات اللي هتليق مع الحرف، لكن الكلام ده خلاص اتلغى. دلوقتي عندنا اندرويد 10. دلوقتي كمان في فونت جديد وفي لوجو جديد لاندرويد. وطبعا عندنا الاندرويد شكل الاندرويد نفسه اللي لونه اخضر، دلوقتي بقى لونه مختلف شويه واختفى كمان الجسم، بقى هو مجرد الراس بتاعت الاندرويد المشهوره. فيعني منظر جديد لاندرويد، وهنشوف الكلام ده مع اندرويد 10 لما ينزل قريبا ان شاء الله اكيد لاول مره مع البيكسل 4 في شهر اكتوبر. خبر سريع برضو من جوجل، ودي تعتبر تريكه لطيفه جدا لو انت بتستخدم جوجل فوتوز، برافو عليك. اذا مش بتستخدمها لازم تستخدمها، دي احسن ابلكيشن لجاليري على اي موبايل في العالم. في تريكه جديده جدا لطيفه اتضافت في الابلكيشن دي. دلوقتي اذا انت صورت اي صوره والصوره دي فيها تكست، فيها كلام، فيها كتابه مكتوبه، تقدر تعمل سيرش جوه ابلكيشن جوجل فوتوز على الكتابه دي. يعني صورت مثلا صوره لمنيو بتاعت مطعم وعايز تفتكر بعد كده المنيو بتاعت المطعم دي، تقدر تعمل سيرش باي كلمه موجوده جوه الكتابه دي وهتطلع لك الصوره مباشره. انا جربتها عندي ولسه ما اشتغلتش، الموضوع لسه نازل وبدا ينتشر تدريجيا، ولكن جربوه عندكم يمكن تكون بدات تشتغل فعليا. بعض شركات الموبايلات الكبيره الموجوده دلوقتي على الساحه كانت بدات قبل ما تبدا تصنيع الموبايلات مثلا في تصنيع الكترونيات ثانيه زي مثلا التلفزيونات، يمكن اشهرهم طبعا سامسونج، LG، سوني، يمكن في حد تاني. ولكن ما شفت الشركة بدأت بالموبايلات وبعد كده حولت على التلفزيونات، يمكن بس شاومي. لكن دلوقتي عندنا شركتين جداد ناويين يعملوا الحركة دي، شركات متخصصة بس في الموبايلات هتدخل في مجال التلفزيونات، وأولهم
هي ون بلس. شركة ون بلس بقى لها فترة كده في حملة تشويقية وتعرفنا شوية معلومات كده صغيرة عن انها بتنتج او قربت تنتج فعليا تلفزيونات هتنزل في شهر سبتمبر. التلفزيونات دي هتيجي بمقاسات مختلفة جدا، يعني المفروض يكون عندك تلفزيونات من مقاس 43 انش لحد 75 انش، وده طبعا مقاس خطير جدا. التلفزيونات دي هتكون شغالة بتكنولوجيا QLED، خلي بالك دي حاجة مختلفة جدا عن الاولد التقليدي اللي احنا بنسمعناها في الموبايلات. تكنولوجيا QLED يمكن اللي بدأها على ما اظن هي سامسونج، ودي بتختلف عن الاولد، ان الاولد البيكسلز السوداء او اي الوان سوداء فيها بتكون بيكسلز مطفية تماما، ولكن مع QLED لازم يكون في باك لايتنج زي ما تشوف مثلا من LCD. الميزة في موضوع QLED انها مش بتعاني من مشكله البيرن ان، يعني البيكسلز مش بتتحرق او بتعلم في الشاشه زي ما بيحصل مع بعض تلفزيونات الاولد. تلفزيونات ون بلس حسب التسريبات السوفت وير بتاعها هيكون اندرويد تي في، واكيد برضو هتدعم شويه حاجات كده خاصه بون بلس نفسهم. واتمنى جدا ان ون بلس تطبق السياسه بتاعتها انها تديك فاليو كويسه جدا قصاد الفلوس، دي حاجه حماسيه. واتمنى ان هنشوف التلفزيونات دي في العالم العربي، المفروض مبدئيا هتنزل في الهند وبعد كده تنزل في امريكا وبعض الدول التانية. واما الشركه التانية اللي بتستعد برضو انها تعلن عن تلفزيون جديد او تلفزيون اول من عندها هي شركه ريدمي، المفروض احنا الكلام ده هنشوفه في اواخر شهر اغسطس فعليا، مع موبايلات كمان جديده هتنزل من شركه زي ريدمي 8 وبعض الموبايلات التانية اللي لسه هنسمع عنها قريبا. اتوقع برضو هيكون برضو اسعارها منافسه جدا زي شركة ون بلس، ولكن ون بلس برضو عندها موبايل جديد المفروض هينزل السنة دي. احنا عارفين طبعا شركة ون بلس كل سنة بتنزل لنا موبايل من السلسلة العادية وموبايل من نسخة التي، نسخة بمواصفات احسن ومواصفات اعلى من النسخة العادية، والسنة دي مش هيكون وضع مختلف. قبل نهاية السنة المفروض ان الشركة هتنزل لنا يمكن الون بلس 7T والون بلس 7T برو او برو تي زي ما هنشوف. احنا اوريدي حاليا في نسخه من الون بلس 7 برو بتنزل مع ال5G موجوده في بعض الدول، والمفروض الموبايل على الاقل نسخه من الموبايلات اللي جايه قريبا مع نسخه التي هتنزل برضو مع ال5G. في شويه تسريبات كده بتوضح لنا التصميم العام لظهر الموبايل. طبعا الحاجه الوحيده الاساسيه اللي باينه هنا هي شكل الكاميرات او شكل تصميم المكان اللي هيكون فيه الكاميرات اللي جايه بشكل دايره، وطبعا نفس اللي كنا شفناه قبل كده برضو على تسريبات الميت 30 برو، ويمكن كان موبايلات جايه من نوكيا، فهنشوف التصميم ده منتشر كده على موبايلات جايه الفتره اللي جايه. فيما عدا ذلك مفيش اي معلومات اضافيه للاسف عن سلسله التي اللي هتنزل قريبا من الشركه، ولكن تقدر تستنتج ان انت لو بتفكر تشتري ون بلس 7 برو حاليا اتوقع انك المفروض تستنى احسن قبل نهايه السنه، ممكن نشوف النسخه الجديده. الموبايل برضو اللي اكيد لو بتفكر تشتريه لازم تستنى شويه هو الاوبو رينو، لان دلوقتي عندنا معلومات ان جاي قريبا جدا الاوبو رينو 2. المفروض حسب اخر معلومات موجوده حاليا برضو يوم 28 اغسطس اوبو هتعلن عن الرينو 2، المفروض هينزل مع بروسيسور من نوع سناب دراجون 730G، المفروض كمان هيكون عندك كاميرات متطوره، يكون في كاميرا رابعه موجوده دلوقتي. الرينو 2 هيديك خصائص جديده في الكاميرات زي حاجه اسمها الترا ستيدي مود، ده اللي هيديك نظام تثبيت متطور المفروض في الفيديو، وهيديك كمان حاجه اسمها الترا دارك مود، وده هيديك برضو امكانيات تصوير قويه جدا في الاضاءه المنخفضه. فيما عدا ذلك المفروض ان اوبو رينو 2 هيديك زوم 5X هايبريد، وهيديك كمان 20X ديجيتال، ده الرينو العادي ما تخلطهوش مع ال 60X ديجيتال زوم الموجود مع الرينو الموجود دلوقتي. يمكن يكون في نسخه ثانيه خارقه من الرينو هتنزل من الرينو 2، ولكن الكلام كله على الرينو 2 العادي. ايا كان هنعرف ان شاء الله كل التفاصيل عن الرينو 2 قبل اخر الشهر. وبس دي كانت كل الاخبار اللي معايا النهارده. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش لايك عنيف، تنسوش تشتركوا في القناه، تشغلوا جرس التنبيهات عشان توصل لكم كل الاخبار الجديده اول باول. يا ريت كمان تتابعوني على انستجرام فيسبوك تويتر، رابط كلها هتلاقوها تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.